مساكم الله بالخير، الله يحييهم. شلونكم؟ طيبين؟ ما نبزينا اليوم، ادري علام جايني توهن. يا الله قوم، يا الله قوم، يا الله اجلس. مر يلا يلا يا كريم، ان شاء الله تفكر تفكر المسلمين ان شاء الله في هالساعة المباركة، وان هي يسر اموركم يوفقكم واحد واحد ويحقق لكم كل اللي في خطركم، كل اللي تبونه، لأن الله سبحانه وتعالى كريم، طمعنا فيه كبير إن شاء الله، نطمع فيه بالجنة والرحمة. حاجات في الدنيا هذه إن شاء الله هي به أهم، وأنا عند ظن عبدي بي الأمور زينة في الشرك. الليلة عندي عشاء للعيال، الضيوف الضيوف على المنطقة، عزيز طيري والسيد فوزان وخالد الشيبان والخطيب، ولا لا قدر الله علي، وأنا نايم عشيهم ومعاها هالدنفوس مخلدو جامعة الله عجل وطوق، وانا عاني من يوم صليت الجمعة وانا في الصالة اجهش بالدعاء. اللهم ارحم والداه، اللهم يسر اموره، اللهم انصر اعلى من عداها. اقول امي تقول تحول الفلوس بسرعة. وانا ايش بنك تقول امي تقول غسل المعين؟ لا لا المعين شوي الحين حول الفلوس. ابشر سمع على خشمي اللي تبونه، فلوس اي شيء كل شيء تبونه عندنا. يلا يلا الحين 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 زين زين بحول الفلوس وارجعكم. اصبر اصبر، والله انا من اول مطر العيسى سالفتنا بقولها، بس اصبر. هذا واحد غبي وحرمته جاهده تطبخ له تسوي له من الاكل، وكل ما جاء قال لا هذا ما هو بزين، الرز حبته قاسيه، هذا ملح، هذا من المهم. الحرمه ذكيه، يقول هاك النهار يقول تطبخ له يوم جاء من دوامه يقول تصرف. قال الدقه هذا مسويت ام فلانه جارتنا عندها سرمنتجة، وطلبت منها وقلت خل اشوف طبخي معجب، يقولون وهي ياكل اللقمه والله زين فنان، هذا شغله فنان. قالت هات غد وحول 70 ريال، يقول من البكره 150، يقول كل ما جاء قدمت له الصحن وقالت هذا من عند ام فلانه تطبخ جارتنا وتبيع سرمنتجة هنا بنربحها. يقولون وكل على الضرب هذا، يقولون هالحين الله يرزقنا يرزقه، يقولون عنده 3 فلل في جدة وسيارتين ورفيقنا مواصل، يقول يا زين طبخ ام فلان. جو الورعان الحلوين العاقلين ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم يا فخر، نعم نعم نعم. هاي شن هي شن هي؟ هذه ما فيها حليب. الله اكبر، مرحبا بك. الله طيب، الله اكبر. اي رددوا مع الاذان وبنوكم في الجنة وخلوكم كويس. فخر فخر، عيب 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 عيب. اسمع الناس كبير. ايه الله اكبر. الله يصلحكم يا فخور يا حلوك، انت تتأمل الغروب يا عمري انت. هاي يا فخر. ايش ورد سدع الهلال يسدع النصر ان شاء الله؟ ها طق ما بروح ملعب معهم الساعه 9 حتى في الملعب والعب مع الهلال. ها يعني طيب طيب، ايش تتوقع يعني كم 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 كم؟ اي قلت لك دائما لا تصير واثق من الاشياء عشان ما تتحطم. نيمار بيه تقول والله ما نروح مكان، نروح نتعداهم بعد ونطق لهم. طيب نشوف نشوف نلعب مع ريال مدريد على غلط. نشوف نشوف نشوف. طيب كذا اوفر مره اوفر. شوف يا ابوي، من حبي للهلال البس طقمهم وان شاء الله تشوف 2-1 تشوف ونسجلها حنا حنا، والله لنفوز عليهم. يعني انت متوقع كذا؟ نعم وغصب. شوف شوي شوف والله نكسر الملعب. طيب يعني نكسر اللمبات شوي بالكوره اذا فاز. نكسر اللمبات، نتفت ذنيك راح افتح الباب العيال جو. قم قم ايه، خل اللمبات لمبات اشتريها بفلوس. روح خلاص روح خلاص يا سيد روح خلاص روح روح بسرعة. طقل ما شاء الله، نشوفك يقول لا ابسط. راح قلط الرايجين قلط الرايجين.